أحسن الله إليكم. يقول السائل: اقترض مني صاحبي قدر من المال، فبعد فترة احتجت لهذا المال وطلبته منه، وأنا في حاجة شديدة لهذا المال، وقد علم صاحبي فرد لي المال بزيادة مع أني لم أشترط عليه الزيادة، وقال لي أن هذه الزيادة هدية مني لك، لما أعلم أني في أنك في حاجة إلى المال، فهل هذا ربا أم هدية؟ نعم، هذا ليس ربا. الربا ما شرط عند العقد. إذا قلت أنا أقرضك 100 ريال بشرط أن ترد علي 110، هذا ربا صريح. أما إذا أقرضته لله ما تريد زيادة، ولكن أقرضته لتدفع حاجته ثم يرد عليك ما المبلغ الذي أخذه منك، ولكنه هو عند الرد زاد تبرعا منه، فهذا من حسن القضاء ولا بأس به. قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، فهذا من حسن القضاء وهو غير مشروط عند العقد، فلا بأس به، وهو من حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا من الإبل، اقترض بكرا من الإبل ورد مكانه خيارا رباعيا، وقال: خيركم أحسنكم قضاء، فهذا من حسن القضاء، لك أن تقبله.